شوال موسى عندك الاخرين عندك رجل يضرب واحد حضرت. لا تاعنا هذا تاعنا هذا يا شوال موسى عندك الاخرين عندك رجل يضرب واحد حضرت. لا تاعنا هذا تاعنا هذا إذن متابعينا الكرام، كما شاهدتم من خلال هذه المشاهد التي تم توثيقها قبل ساعات قليلة فقط في حظيرة الجزائر، اندلاع الشبكات ما بين الجزائريين وقوات نظام حظيرة الجزائر بسبب أزمة العطش، بسبب أزمة انقطاع المياه، ليس فقط في تيارة وإنما في العديد من المناطق في حظيرة الجزائر. والنظام الجزائري حتى هذه الساعة عاجز عن حل هذه المشكلة أو المعضلة، فقط يبيع الشعارات والوهم للجزائريين. دابا بغيتكم متابعينا الكرام توقفوا لواحد اللحظة وحاولوا تخيلوا ريوسكم عايشين في حظيرة الجزائر. حاولوا تخيلوا هذه اللحظة، هذه الماء ما كاينش، الضو كتقطع دابا وساعة، الحليب ما كاينش، تمشي تشري أضحية، تمشي تشري خروف لأضحية العيد، تلقى راسك ميت، تلقى راسك في تدافع وفوضى وروينك حلا نايضة وهمج، وتلقى راسك ميت تماما كما حدث صباح اليوم في عاصمة حظيرة الجزائر، العاصمة، حيث قتل عدد من الجزائريين بسبب التدافع على السوق الوحيد ديال الأضاحي اللي كان في العاصمة، وهذه المسألة غطيناها في فيديوهات سابقة. الأمور في حظيرة الجزائر تخرج عن السيطرة، وهذه المسألة متابعينا الكرام تقدر تكون داخلة فيها صراع الأجنحة ما بين أجنحة الحكم في حظيرة الجزائر بسبب الانتخابات الرئاسية، وأن هذه المسائل قلتها لكم قبل شهور، قبل سنة تقريبا قلت لكم راه غادي تقرب الانتخابات الرئاسية في حظيرة الجزائر، تسناو الفضائح، تسناو المهازل والكوارث اللي تقدر توقع واللي تقدر تجر حظيرة الجزائر نحو الفوضى اللي ما يمكنش يرجعوا منها، وما يمكنش يندموا ديك الساعة على هذا الحماق وعلى هذا الغباء ديال نظام حظيرة الجزائر. دابا حاليا كما اشرت في الفيديو السابق، هناك توجه لدى نظام حظيرة الجزائر باش انه يتبنى تلك الرواية ديال الايادي الخارجية والمخزن والصهاينة وسكان المريخ هما اللي كيتامروا كيأججوا هذه الفوضى في حظيرة الجزائر، مع العلم ان الامور واضحة، مع العلم اللي عنده العقل غادي يعرف بان من تسبب ومن هو مسؤول عن ما يحدث حاليا في حظيرة الجزائر هو النظام الجزائري، هو النظام الجزائري اللي ما قدرش يوفر الماء، هو النظام الجزائري اللي ما قدرش يوفر الكهرباء، هو النظام الجزائري اللي ما قدرش يوفر ابسط مقومات العيش، لانه حينما كتحرف لك انت فكيفاش تمد ولايه كامله فيها مليون نسمه ديال البشر بالماء، فهنا نتاكد بان هذا النظام نظام هش وغبي ولا يعرف التسيير ولا يعرف التنظيم ولا يعرف اي شيء. الان هناك الشبكات وهناك فوضى تيارت، هناك قطع للطرقات، وهناك تهجم وهجوم على شاحنات نقل المياه لانها ما كتكفيش وما تقدرش على انها تكفي مليون ديال البشر، مليون نسمه، فبالتالي اعمال الفوضى منتشره، وهناك محاوله للتعتيم حول ما يحدث داخل حظيرة الجزائر من طرف النظام الجزائري، وهناك فضائح اخرى متعلقه بالرئيس الجزائري والزوجه ديالو والابنه ديالو، كل هذه الامور تجمعت في دقه واحده. هادشي اللي خلاتني على انني نوضع هذا الاحتمال ديال ان جزء ما يحدث مما يحدث في حظيرة الجزائر متورط فيه او داخله فيه تلك القضيه ديال صراع الاجنحه.
باغين يديروا المشاكل والفضائح اللي عم جيد حشكم ويخرجوا تلك الأسرار القذرة ديال العائلة ديالو باش يحاولوا يضربوه ويجيبوا شي واحد اخر بلاصتو باش الجناح الاخر يولي هو اللي يحكم في حاضرة الجزائر. وهادشي علاش كنسميوها الحاضرة في نهاية المطاف، لان مثل هاد التصرفات ومثل هاد الافعال ومثل هاد غياب التنظيم وغياب التسيير وغياب كل شيء ما يمكن نشوفوه الا في الحاضرة. طبيعة الحال حنا كنعرفوا ان الدول اللي هي دول عندها مشاكل ديالها تقدر توقع في هذا النوع من المشاكل، لكن باش انها توقع بهذه الطريقة والنظام ديال الحاضرة عاجز على انه يقدم البدائل وعاجز على انه يعطي يعني مؤشرات ايجابية ولا مشاريع ولا امور اقتصادية ولا مخططات اقتصادية ولا استراتيجية معينة باش يحل هذه المشاكل، لا، هو جالس مقابل المغرب بالمناسبة، جالس مقابل الصحراء الغربية، جالس مقابل ابن بطوش، جالس مقابل معرف شنو، والجزائريين كيموتوا بالعطش، والجزائريين كيموتوا من اجل شراء الاضحية، من اجل شراء خروف العيد. وهذه المسألة وقعت صباح اليوم، والجزائريين ما عندهمش كهرباء، كهرباء كتمشي وكتجي في دولة النفط والغاز. لو بالله عليكم واش هذه دولة؟ واش هذه دولة؟ اللي كيعجب لينا في هذا الشيء واللي كيسطيني أنه كتلقى البوصبعيين مسنطحين مع الإماراتيين. مسنطحين مع الإماراتيين. عمركم شفتوا هذه الفضائح في الإمارات مثلا؟ وهي أقل مواردا من حاضرة الجزائر، كنتكلم على النفط والغاز. ثم عندكم أضعاف مضاعفة من داكشي اللي عنده الخليج وعايشين عيشة الهمج. أبسط مقومة العيش ما كاينش. والأمور الآن بدأت كتخرج على السيطرة. وشوف واش غادي يسيطروا على هادشي ولا ما يسيطروش عليه، لأنه غادي يوصلوا لواحد النقطة اللي هي نقطة الانفجار ما غاديش يقدروا يسيطروا عليها. ما غاديش يقدروا يسيطروا على الأوضاع. وأنتم شفتوا في 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 هذا المقتطف الاشتباكات مع قوات الأمن، الناس ما قدرتش تصبر. لأن فاش يوصل للحد وتوصل الأمور للعطش والما ماكينش والناس كتموت فقط لأنها مشات تشري أضحية العيد وما عرفش شنو من هاد الأمور، راه الأمور هنا وصلت لخطوط حمراء. إلى البوصبعي ما انصفتش على راسه فهو يستحق ما يحدث له من ذل ومهانة وكوارث عايش فيها. فهادشي اللي كاين متابعينا الكرام، الشبكات، فوضى، حرائق، روينة كحلة نايضة في حاضرة الجزائر. معكم بالتغطية أول بأول، كنتمنى تخلوا لي التعليقات ديالكم ثم أراكم في فيديو قادم. Let's go.